انا عايزه كمان اقول لكم احكي لكم على حاجه يعني هفضح اخويا فيها. واحنا صغيرين كنا بنحب جدا وقت الفيديو كان كنا دايما بنجيب شرايط فيديو عن المصارعه وانا كنت بحب المصارعه جدا حرة. فبنقعد نتفرج انا واخوي، فبعد ما بنخلص ونيجي بقى ندخل نلعب مع بعض، عارفه انا بتشال كده اهو وديب من فوق السرير، في ايه احنا بنتفرج بس، ولكن يعني لا طبعا هي برضو حتى لو كان مصارعه حره برضو احنا بنقلده. بنقلد الفيديو اللي بنشوفه بالزبط. يعني معنى ذلك ان احنا اي حاجه يا جماعه ممكن تأثر علينا وتأثر على خلايا المخ عندنا من غير ما ناخد بالنا. تخيل بقى الأطفال الصغيرين اللي لسه بيبدأوا يعني الحياة بالنسبة لهم وردية إن شاء الله، بيتأثر جدا جدا بالموبايل بتاعه. تعالى كده فكر، لو أنت ابنك أو بنتك معاها موبايل دلوقتي وعلى طول يعني ماسكاه في إيديها، فكر كده في لحظة من اللحظات إنك تاخد الموبايل منها أو منه، شوف اللي هيحصل. رد الفعل هتلاقي رد الفعل عنيف جدا جدا جدا، هتلاقيه مش متقبل فكره ان هو ما يكونش معاه الموبايل بتاعه. ازاي انا ما يكونش معايا موبايلي في المدرسه؟ ازاي وانا قاعد في البيت حتى وقاعد مع بابا وماما وقاعد حوالين يعني العيله حواليا وماسك موبايلي مش عارف اخده منه؟ برضو دي يا جماعه عليها تاثيرات كبيره جدا سلوكيه في حياتنا، احنا لازم نبتدي نفكر ونشوف هنتصرف ازاي. علشان كده برضو احنا من وقت للتاني بنحاول نجيب معانا اخصائيين بقى في علم النفس والسلوكيات، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نتكلم معاهم عن الحالات اللي زي دي، ازاي نعالجها وممكن نعمل فيها ايه. طيب بمناسبه بقى الموضوع ده هيكون معانا دكتور خالد عبد الفتاح، استاذ علم الاجتماع. يا دكتور مساء الخير. مساء الخير يا دكتور، ايه الاخبار؟ اهلا بيك دكتور. سمعتنا من شويه بنتكلم عن ادمان الفيديو جيمز وبالاخص كمان الالعاب العنيفه والقتاليه، هل دي فعلا ممكن تاثر على سلوكياتنا وسلوكيات الاطفال؟ بكل تاكيد لها تاثير، لان الطفل في مراحل عمره الاولى اشبع دايما زي ما بنقول في علم الاجتماع وفي علم النفس، بدايه عمليات للتنشئه الاجتماعيه، والطفل في هذه المرحله بيبقى اشبه بالصفحه البيضاء، اي حد بيشكل فيها بيغرس فيها سلوك بيفضل مستمر معاه لفتره طويله من العمر. الخطير في الامر ان النوع ده من الالعاب الالكترونيه بتتم بعيدا عن رقابه اي شخص، واي شخص بما فيها الاسره. يعني ازاي يا دكتور؟ يعني الأسرة رقابتها على أداء الأطفال على الألعاب الإلكترونية تقريبا تكاد تكون معدومة، لا هي عارفة ماسك الموبايل بيلعب عليه إيه، ولا قاعد على الكمبيوتر ولا اللابتوب ولا التاب بيعمل عليه إيه، ولا إيه الجيمز، مش محكم طبيعة يعني الجيمز بالظبط، طبيعة الجيمز اللي بينزلها وبيتعامل معاها إيه، وكل جيمز من دي كل جيم من دي مليانة مسج بتوصل للأطفال.